أنا الآن في منطقة المزار الجنوبي في محافظة الكرك، برافق فريق وزارة الصحة الآن بنفذ حملة تطعيم ضد مرض الحصبة. وزارة الصحة الآن بتنفذ حملة التطعيم في كل محافظات الأردن بمشاركة 250 فريق. الفرق مكونة من أطباء وقابلات وممرضين للوصول لجميع المناطق صعبة الوصول. اللي نفذنا اليوم في هذه المنطقة كان شيء كثير رائع بفضل الدعم اللي حصلت عليه اليونيسف ودعم هذه الوزارة، وراح نكمل إن شاء الله نطعم جميع الأطفال الموجودين على أرض الأردن. شغلي هسه بحملة المطاعيم إني أنا أشتغل، أول هدف إلي إني أرفع نسبة التغطية، كمان أهم شغلة إني أنا أوقف إن أقلل من نسبة المتخلفين عندي من خلال تنقالي إليهم لأماكن البدر روحها للمناطق الصعب الوصول إليها، وما بقدر يجيني أنا بجي. كل واحد بالمجتمع لازم يحصل على المطعوم لأنه أول إشي حق من حقوقه المكتسبة.